ما في لا اكل ولا شو عم تاكل؟ عم باكل ورق، ما في لا اكل ولا شرب، كل الرز 9000 ليره، ما في لا عمل ولا شغله، لو في شغل ما اكلنا هالورق هذا. وين ابوك وامك؟ انا ابوي ميت وامي عايشه وعندي اخوات بنات 7. لا حول ولا قوه. كنت انت بالاساس؟ هلا سكننا بالمخيم. انت منين؟ من السبينه؟ ايه من السبينه. كل يوم تاكل ورق هيك؟ اي والله. لا حول ولا قوة الا بالله. دمشق الأحياء الجنوبية المحاصرة، أصبحت الأطفال تأكل أوراق الكرتون لتقتات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.